الجبهة الوطنية للتحرير تعلن استهداف ساتر رشاش ثقيل لقوات النظام بصاروخ فاغوت على جبهة الآثار بريف حما الغربي. مقتل جندي تركي وإصابة ثلاثة آخرين جراء استهداف عربة مصفحة تركية في محيط عزاز بريف حلب الشمالي بصاروخ حراري من قبل وحدات حماية الشعب الكردية. انقطاع طريق عزاز عفرين شمالية حلب نتيجة الاشتباكات والقصف المتبادل بين الجيش الوطني السوري وقوات يبقي على محور المالكية الشط غرب عزاز. إصابة ثلاثة أشخاص بينهم طفلة جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة في شارع الأربعين داخل مدينة إدلب. مجهولون يقتلون المقاتل السابق في صفوف الجيش السوري الحر منير رواشدة خلال عبوره بسيارته في الطريق الواصل بين بلدة المزاريب وقرية اليدودة. إصابة مدني نتيجة القصف على قرية الحويجة غرب حما، والنظام يقصف بالطيران المروحي بلدة كفر نبودة وقرية تل الصخر في ريف حما الشمالي.